قياد قائدنا الحزبي، وتبارك الله نكن له الاحترام والتقدير، رجل دولة متألق متميز، قدوة ديالنا. ما يمكننا إلا نتمنوا الترشيح ديالو وندعموه بداك الشيء اللي عندنا كامل. سي أوزين زميل وصديق، وما عندي معاه حتى شي مشكل شخصي. سي أوزين هضر على البرنامج، بالنسبة ليه هو هذا التقدير ديالو، بأن ما كنعطيش الأولوية للعالم القروي لأن هذا هو برنامج الحزب، ولكن راكم شتيو الأولويات اللي كتعطى للعالم القروي. التمييز الإيجابي للعالم القروي، الاشتغال على العالم القروي. حنا العالم القروي هو من أولويات الأولويات، باش نكسبوا هذا العدالة الاجتماعية والمجالية، ونخلقوا هذا الإنصاف، ونقلصوا من هذا التفاوتات اللي كاينه.